البارح بوقفة سلمية ضد الاحتلال بالقمع المغربي، ذكرى اليوم تدخل همجي علينا بدي ميزيك يوم 8 في الشهر 11. تم علينا تدخل بطريقة وحشية وقمعية، ما أدى ضرب ولدي كان يعتقلوا راه حالته هي غنية عن التعليق. نحن تم ضربي وضربوا ولادي داخل البيت، البيوت واش لها حرمة ولا ما عندها حرمة؟ نطالبوا من كل اللجان، من كل اللجان الثورية ومن ممثل الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة عنه عدل النحل. وفي هذه القضية اللي هي نطلب الحماية لأولادنا، نطلب الحماية لروسنا، كما كذلك نطلب فتح تحقيق في درام النار اللي قامت به قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية على المكان اللي أنا نسكن فيه. تم تجميد القضية، كذلك القمع اللي نتعرضوا له يوميا، الحصار الداخلي والخارجي. نقول نحن كل ما نعدله هو من أجل القضية الوطنية، وهذا ما يزيدنا إلا صمود وتحدي كل الوطن.